حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. مجموعة القيم التي تعنى بالقيم كمحفز أساسي للسلوك مجموعة غير رسمية على هامش أعمال مجموعة دول العشرين لأول مرة على مستوى هذه المجموعة، وذلك بالتزامن مع رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة دول مجموعة العشرين. قمة القيم المنعقدة ضمن أعمال الرئاسة تعمل على بلورة ثلاثة محاور تركز على القيادة وتحسين النتائج الاقتصادية والاجتماعية ورفع جودة الحياة. نتابع هذا التقرير. ضمن أعمال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين انطلقت قمة مجموعة القيم التي تهدف إلى تشجيع الأفراد على مشاركة الأفكار المجدية لتعزيز القيم في حياتهم الفردية ومجتمعاتهم، مدشنة أول حملة لها أكتوبر الماضي. قمة مجموعة القيم عقدت أول دورة لها افتراضيا في الرياض، بحثت خلالها توصيات السياسات المأمول طرحها على طاولة القادة وتكريس نوع جديد من التفكير في صميم عملية صنع القرار مستقبلا بما يعزز الإنسانية المشتركة لمواجهة التحديات والأزمات. عقد الاجتماع بمشاركة خبراء ومختصين ومسؤولين رفيعي المستوى، أكدوا الصورة التعاونية لقادة ورؤساء العشرين عبر التزامهم بمساعدة الدول الأشد حاجة على تجاوز تأثير أزمة فيروس كورونا المستجدة الاقتصادية ووضع أساس لتحول غير مسبوق اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا على مستوى المجموعة. تعكس مجموعة تواصل القيم النهج التعاوني التصاعدي الذي تتبعه مجموعات التواصل الأخرى تحت مظلة مجموعة العشرين، وتركز على القيم العالمية وقيم القيادة وجودة الحياة. تأتي قمة مجموعة القيم على هامش اجتماعات قمة القادة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والتي استعدت لها بكافة احتمالاتها الافتراضية والمباشرة.